شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام الوطنية خاصة حسب الوزارات الرسمية. واليوم حبيت نحكي لكم في دراسة أنجزتها وزارة الصحة التونسية أن نسبة 75% ممن تراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة بالوسطين المدرسي والجامعي لديهم علاقات جنسية، وأن 83% ممن شملتهم الدراسة ذكور و70% إناث. هذا ونذكركم أنه في تونس وحسب الأرقام الرسمية نحكي على 17,000 طفل شوارع في تونس و900 حالة زواج عرفي في صفوف الطلبة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.